القبض على الفتاة السعودية أم يزيد الشماري من حائل بسبب التحريض على كسر حظر التجوال، وإليكم الغرامة المتوقعة لمن يقوم بحظر التجوال في السعودية. والله لو تحطونا الغرامة مليون، احنا يا أهل حايل أهل قيلة وأهل طلعة وأهل فلة، ودنا والله. وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بالقبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تستهين بقرار حظر التجول الجزئي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا. وقد أوضحت النيابة أنها تتبعت مقطع الفيديو المتداول وتحققت من صحة ما ورد فيه، وتم اعتقال والقبض على صاحبته حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. الفتاة من الجنسية السعودية وتدعى أم يزيد الشمري وهي من حائل. تحطونا الغرامة مليون، احنا يا أهل حائل أهل قيلة وأهل طلعة وأهل فلة، ودنا والله نجلس بالبيت، ودنا ما نقدر يعني نشوف الربيع وزهور الربيع والقحوان والفقع والوناس والفلة ونجلس بنار البيت، ما في أمل. تحطونا غرامة مليون، احنا ما بنخطب، بعدين نارنا حية، أي فروس ينزل، أي فيروس ينزل علينا يحترق من نارنا، النار حية عندنا، شبة نار وقيلات وفلة، والله يحفظنا إن شاء الله، الله الحافظ، الله يستر علينا. وقررت السلطات السعودية فرض غرامة مالية كبيرة بحق كل من يخالف أمر منع التجوال في البلاد الذي أعلنته الحكومة في إطار محاولتها لاحتواء وتفشي فيروس كورونا المستجد. وبموجب التعليمات الصادرة فإن عقوبة من يخالف أمر منع التجوال غرامة 10,000 ريال تتضاعف في حالة التكرار. ونجس بنار البيت، ما في أمل. تحطونا غرامة مالية. وفي حال التعاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 يوما. النار حية عندنا، شبة نار وقيلات وفلة، والله يحفظنا إن شاء الله، الله الحافظ، الله يستر علينا أولا وأخيرا.